الريد كاربت، وزي ما بنتكلم عن ان هذا المهرجان بيعتمد فقط على تصويت الجماهير العربية وجماهير دول الخليج، احنا كمان بنتكلم على انه مش بس بيكرم الفنانين والاعلاميين، ولكن ايضا بيكرم مجالات عديدة من ضمنها طبعا يعني مجال ريادة الاعمال. من ضمن المكرمين المهندس احمد علي رجل الاعمال، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، مبروك التكريم. الله يبارك فيك يا رب. يعني يمكن الناس متعوده اكتر انه التصويت بيكون على اكتر فنانين مشاهير مطربين، لكن لما يكون في تصويت في جمهور الخليج والوطن العربي لرجل اعمال مصري، ده بتشوفه ازاي؟ يعني ده بيعكس ايه بالنسبه لك؟ والله ده شرف ليا الاول انا اكون موجود معاكم النهارده، واحنا الحمد لله الصناعه المصريه الفتره الاخيره دي في تقدم، واحنا كل هدفنا ان احنا ان شاء الله نشوف الصناعه المصريه في قمة العالمية إن شاء الله. أنا فخور إن أنا واحد من المصنعين المصريين اللي بقدم صناعة مصرية، بنقدم منتج كل هدفنا فيه اللي احنا نقدم منتج ننافس في السوق المحلي والسوق العالمي، ونخلي دايما الصناعه المصريه في القمه باذن الله. يعني خلينا نقول العالم كله في مجال الاقتصاد والصناعات واجه تحدي كبير في 2020 بسبب جائحه كورونا، واحنا بنتكلم في المجال اللي حضرتك متخصص فيه وهو صناعه الاساس، ايه التحديات اللي قابلتك كرجل اعمال مصري شاب في هذا المجال في 2020؟ طبعا هي كانت سنة صعبة مش على مصر بس ومش على المجال بتاعنا، هي كانت سنة صعبة على العالم كله. الحمد لله قدرنا ننافس في السوق المحلي والسوق العالمي رغم كل ده، ما وقفناش صناعة في أقوى الأزمات، ما وقفناش شغل، كنا بنحاول ازاي ناخد احتياطاتنا الاحترازية وفي نفس الوقت نقدم المنتج بتاعنا. احنا بطبعنا ناس عمليين بنحب الشغل بنحب الصناعة، واتمنى ان انا اشوف الصناعة المصرية في ازدهار دايما وبكل فخر، صنع في مصر دي تاج على راسنا. أكيد توجه رسالة للجمهور الخليجي والعربي تقول له إيه؟ طبعا بشكرهم على كل حاجة، هم سبب اللي أنا أكون موجود هنا، وإن شاء الله دايما أكون عند حسن ظنهم، وبشكرك طبعا وبشكر كل القائمين على الحفل وعلى التكريم والتنظيم الأكثر من رائع، وإن شاء الله دايما كده في ازدهار. بشكرك شكرا جزيلا ومبروك التكريم. المهندس أحمد علي. رحلة نجاح عمرها 11 سنة بدأت بحلم شاب مصري مواليد 1987 بمحافظة دمياط العريقة، مؤمن بأن النجاح الحقيقي هو أنك تنجح داخل بلدك ووسط أهلك. في سنة 2010 أنشأ أول معرض لتصميماته، وعلشان حلمه كان أكبر بكتير من المعرض، نجح خلال سنوات بسيطة إنه يحفر اسمه كمصمم أثاث مصري، وقدر كمان يحفر اسم أرت هاوس وبقوة، وبدل المعرض تبقى سلسلة معارض في القاهرة والإسكندرية. وبعد فوز المصمم الشاب بالعديد من الجوائز، آخرها جائزة أفضل مصمم في مصر 2020، وبعد حصول الكيان أرت هاوس على العديد من شهادات الأيزو في تخصصات مختلفة داخل إدارات الكيان، أصبح طريق الوصول العالمية واضح ومحدد المعالم ببناء أكبر مصنع للأثاث الحديث في مدينة دمياط الجديدة، عن المصمم المصري ورئيس مجلس إدارة أرت هاوس فرنتشر المهندس أحمد علي. التنظيم الاكثر من رائع وعلى المهرجان الاكثر من رائع، انا سعيد ان انا موجود وسطكم وفخور ان انا واحد من المصنعين المصريين، وان شاء الله دايما الصناعه المصريه في ازدهار ودايما في القمه. انا بهدي الجائزه ديت لبلدي اللي هي سبب ان انا اكون موجود هنا وسطكم، قلعه صناعه الاساس في العالم كله مش في مصر بس، دمياط بكل فخر صنع في مصر. شكرا.